طب شو هو أجمل هدف سجلته في حياتك الشخصية؟ أجمل هدف بصراحة أعادي جنب أمي الله يرحمه. الله يرحمه يعني، ويعني أعادي معها أكبر وقت وأعادي معها وهي تعبانة، ده أجمل حاجة. بس يعني لو على مستوى برضو الشخصي جوازي لازم ترقعها يعني، ما يعني ناكل عيش، ما انا هخلص معاك على هاخد طياره ارجع لمصر، فيعني هتنفعني بقى مصطفى.